في أخبار الرياضة يسابق نادي المريخ العاصمي الزمن لتسديد مستحقات اللاعب التوغولي دونو كوكو أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرارا يقضي بإلزام نادي المريخ سداد 35 ألف دولار إضافة إلى 5% من المبلغ للاعبي التوغولي السابق دونو كوكو وامهله 45 يوما ويواجه المريخ العاصمي شبح عقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين جدد في كشوفاته خلال التسجيلات المقبلة وسبق للمريخ أن تذوق طعم الحرمان من إضافة لاعبين إلى كشوفاته بسبب عدم الإيفاء بالمستحقات المالية لأحد المحترفين